Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Ana sa'id bi katsir li akuna ma'akum. Ana atasharrafu bi wujudi ma'al muhadirin al-hibba az-zumala an-nubaha al-asdiqa min kulliyatil lughah al-mu'athira wal muwasala bi jami'ati putra Malaysia wa aidan wa bi tahdid ukarrimu al-asdiqa min kulliyatil ulum at-tarbawiyah wa ta'hil al-mu'allimin bi jami'ati sunan kalijaga al-islamiyah al-hukumiyah Yogyakarta Indonesia. Toib ayat al-asdiqa al-hibba awaddu anuqaddimalakum al-maqala bil maudu al-dirasa al-nahwiya al-haditha wa musahamatuha fi tatwiri ilmi nahwi. Khalfiyatul bahath ya'ni ala anna al-lughawiyyin al-mu'athirin wa bitahdid min Misr ya'taqiduna ilman nahwi al-qadim ala anna ilman nahwi al-qadim falsafi dini mi'yari ilmu nahwi al-qadim yaj'aluhu so'bal fahmi ala muta'allibil lughah al-arabiyah alayna masalan yakumu andi fil qa'ah yakumu matarkib min kalimati yakumu at-tarkib fi'lu al-fi'lu al-mudari wa ma'alamatu min fi'lu al-mudari mal i'rab al-i'rab i'rabu rafa hakada idan hunaka al-athira al-muta'adida hadhihi al-as'ilah taj'aluna so'bal fahmi wa aidan ar-rad min al-lughawiyyin al-mu'asirin mithal Ibrahim Mustafa al-Misri wa Mahdi al-Makhzumi al-Iraqi wa Shawki Dhaif al-Misri hum ya'taqiduna hum kanu ya'taqiduna ala anna ilma an-nahwi al-qadim yaj'alu al-muta'allimina sahbal fahmi bi tariqatihim وحسب رأيهم سيستمر علم الإسلاميات على العربية في تطوير بحيث تحتاج درجة المعرفة لنحو القديم إلى إعادة بنائه وتبسيطه بدعا على ذلك يهدف هذا البحث إلى كشف عن نظرة المعرفة للنحو التي جمعها النحاة المحدثون وكشف آثار في تجديد علم النحو يعني لعلم النحو الجديد لتجديد علم النحو. الفرق بين علم النحو وعلم أصول النحو يعني علم النحو لمعرفة القواعد والمقاييس وعلم أصول النحو يعني يبحث في الأدلة النحوية الأساسية لاستخراج الأحكام والقواعد الفرعية لعلم النحو. وأيضا تجديد النحو حاول العلماء المحدثون بس تبسيط علم النحو من أجل تيسير الفهم والفعالية في الدراسة. هكذا وبدت مظاهر التجديد عند مهدي المخزومي أو شوقي الضيف أو إبراهيم مصطفى أو كمال بشار في دعوتي إلى إحياء النحو المتكامل. تحديد المشكلة يعني لماذا جمع مثلا اللغويون المعاصرون نظرية المعرفة الحديثة وكيف تتم الأفكار اللغوية عند اللغويون المعاصرون في تجديد علم النحو وكيف التأثير من أفكار اللغويين المعاصرين المحدثين في تجديد علم النحو. وهناك يعني نتائج البحث بناء على بحث أعلى توصل هذا البحث إلى النتائج الآتية. أولا قام اللغويون المعاصرون بإصلاحات لانتقاد النحو القديم ورفض النحو المعياري وإعادة ترتيب مصطلح النحو وتقديم توجيهات النحو لأنهم يريدون أن يعيدوا الهدف الأول يعني لعلم النحو ويبعدونه من الفلسفة ويجعله سهل الفهم للتعلم يعني لمتعلمي اللغة العربية لنا جميعا. وأيضا نتائج البحث الأخرى في تجديد علم النحو يستخدم اللغويون المعاصرون المنهج التكاملي بين اللسانيات العربية القديمة والغربية التي تصل إلى جانب إبستيمولوجية. الطريقة التي استخدمها اللغويون المعاصرون هي المنهج الوصفي في تجديد علم النحو من أجل إنتاج نظرية تفسير النحو العربي. وأيضا تأثر اللغويون المعاصرون
bil ulama al misriyin al kudama masalah Ibrahim Mustafa, yakni Ibrahim Mustafa kana muhadir fi kulli daril ulum bi jamiatil qahirah Misr, wa aidan hunaka bil imam al khalil ibn Ahmad al Farahidi alimun wa nahwiyun min daulati Oman, huwa sahibul mu'gam al-ain wa aidan al-ulama al-akhir al-ulama al-akhirin syuhidat biwuduh fi fi gawadi bitagdid fi nahwi Ibrahim Mustafa fi da'wati ila ihya'i ilmi nahwi hakadah wa aidan fi tagdid ilmi nahwi yastahdimu al-lugawin al-muasirun المنهج التكاملي بين اللسانيات العربية القديمة والغريبة التي تصير الجانب الإبستمولوجي هكذا. الأفكار النحوية عند اللغويين المعاصرين تطبيقية وتجديده له أثار على النحو التعليمي وتعليم النحو، لأن هناك فرق كبير بين علم النحو التعليمي والنحو التعليمي وعلم النحو التعليمي، هناك فرق كبير بينهما. وأيضا اللغويون المعاصرون يستخدمون طريقة المتعددة، يعني مثلا جمعها علم الأصوات والصرف وفي سياق تأثير علم النحو. يظهر هذا البحث أن كل نحو لديه كتب أصلية، يجب عليه أن يكون لديه نظرية والمعرفة الخاصة في النموذج اللغوي العربي. لا يزال تجد نحو علم النحو الحديث قيد التنفيذ ولم يتم تطبيقه بالشكل الكامل في المجتمع. وهذه صورة رسالة الدكتورة التي كنت أجمع المواد في جمهورية مصر العربية بالموضوع الإندونيسي بمكيران لينغويستيك عرب مهدي المهزومي dalam pembaruan nahu kajian epistemologia. كنت زرت مصر لجمع المواد في رسالة الدكتور في رسالة الدكتورة في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة وفي كلية جامعة الأزهر في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وأيضا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وما أشبه ذلك. والأخير هذا كتابي الجديد الذي صنعته التي كنت أنشر من رسالة الدكتورة. هذا الكتاب أود أن أقدمه لكم لهذه الكلية لكلية اللغة المعاصرة والمواصلة بهذه الجامعة إن شاء الله بالموضوع علم اللسانيات العربية الحديثة. وأيضا شكرا جزيلا لكم أيها الأشقاء الأحباء. أود أن أخبركم على أنني أحب دولة ماليزيا بكثير، لأنني هذه مرة ثامنة أزور ماليزيا. كنت متخرجا من جامعة ماليزيا في كلية التربية لمرحلة أليسون. كنت عضوا في تبادل الطلاب في جامعة ماليزيا في كلية التربية فيها. شكرا جزيلا لكم وأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله lebih 2 menit.